مشروع اليوم أضاء عتمات وترك أثر واسع جدا في مدن كبرى ضمن دولة عربية غاية في الجمال. في هذا المشروع استطاع أن يحسن من جودة الخدمة ويقلص من الانقطاعات ويحد من هدر الطاقة. إلى تونس الخضراء رحلتي اليوم. نحن اليوم في مدينة سوسة والملقبة بجوهرة الساحل التونسي بسبب خليجها البحري المميز والذي يحتوي على ثروة سمكية هائلة. تضم المدينة مشروعاً عملاقاً لتوليد الكهرباء بدأ تأسيسه في العام 2012 ليدخل نطاق الخدمة في العام 2017. من مدينة سوسة التونسية تحديداً من خلف مشروع محطة سوسة للكهرباء، واحد من المشاريع الرائدة اللي تم تمويلها من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ فاق النصف مليار ريال سعودي بقدرة توليد تفوق 400 ميجاوات. هذا المشروع يا جماعة قدر يحسن من جودة الخدمات ويقلص من الانقطاعات ويقلل من هدر الطاقة. طبعاً الآن معانا مهندس طاهر، هو مدير مجمع إنتاج الكهرباء في سوسة. يا أهلا وسهلا فيك مهندس. مرحبا. الله يحييك، سعيدين بلقائك. بارك الله مهندس. خلينا نقول لهم متى تأسست هذه المحطة. المحطة هي تنتمي لمجمع الإنتاج بسوسة. مجمع الإنتاج بسوسة تأسس سنة 1975، يحتوي على 3 مراحل، مرحلة سوسة ب، سوسة جيم، وسوسة دل. سوسة دل دخلت حيز الإنتاج سنة 2016. المحطة يعني فيها كوادر عمل ما شاء الله على أكمل وجه وتقنية حديثة اليوم متواجدة فيها. كلمنا عن المحتويات الأساسية موجودة. المحطة من أحدث ما موجود من التقنيات الموجودة اليوم في المحطات الكلاسيكية اللي تحرق الوقود الكلاسيكي، لكن بمردودية عالية جدا بما أنه دورة مزدوجة تستغل الطاقة اللي تخرجها التوربينة البخارية في التوربينة الغازية في التوربينة البخارية، والمردودية متاعها تنجم توصل حتى 60%، مما يجعل أنه من التقنيات الحديثة جدا واللي الأثر متاعها يكون أقل ما يكون على الطبيعة والبيئة. بالنسبة للمكونات الرئيسية للمحطة نلقاو توربينة غازية، توربينة بخارية، ومولد للكهرباء. التقنيات هذه تخلي وأنه مردودية المحطة مرة أخرى تكون عالية جدا، من أحسن ما هو موجود اليوم. مثل يعني هذه المحطة تواجدها في المدينة أكيد لها خلينا نقول
إضافة للمدينة، فكلمنا عن الإضافة هذه مهندس. بطبيعة الإضافة متاع محطة كما هكا نوعين، الإضافة وقت الإنجاز وكانت إضافة كبيرة بما أن وصلنا حتى 2200 شخص يعملوا في نفس الوقت في نفس اليوم على المكان هذا، وبطبيعة على المدى الطويل بما أنه عنا 50 شخص مخصصين للمرحلة هذه مرحلة سوسادال، لكن مخصصين مش وحدهم، موجودين 340 نفر في المجمع يشتغلوا مع 50 شخص اللي هما مخصصين لسوسادال، ولذا تأثير بالنسبة لفرص العمل تأثير كبير ياسر. مع تأثير على فرص العمل فما تأثير على الدورة الاقتصادية ككل، بما أنه محطة كما هكا تستحق جميع الأنواع وجميع التقنيات وجميع المهن اللي بجنبها، بما أنه عندها احتياجات كل يوم ديما تحتاج للناس من المنطقة الصناعية اللي مع جنبنا، تحتاج ناس من كل التقنيات اللي موجودة في مدينة سوسة. بناء على الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك الصيفي، وبهدف تعزيز إنتاج الكهرباء تم إنشاء هذا المشروع، وهو عبارة عن محطة توليد الكهرباء بالتوربينات الغازية. المحطة لها دور إيجابي في توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الاقتصادية إلى المنطقة وتحقيق تنمية حقيقية في المدينة. محطة إنتاج كهرباء بسوسادل هي محطة من ثلاثة محطات في مركز الإنتاج، وتحتوي على 51 عاملا بين إطار ومهندس وعمل فنيين، وتنقسم إلى أربع أقسام. قسم مهتم بالقيادة ويعمل عمل يعني بالدوري، يعني كل 24 ساعة هناك يعني من يشتغل في المحطة، وهناك قسم يعمل في الصيانة المستمرة، وآخرون في قسم التصرف التقني، ثم هناك مجموعة تعمل أيضا في قسم معالجة المياه والكيمياء. ممتاز. في الصيف دائما الكهرباء خلينا نقول عليها ضغط عالي، في اليوم تواجد مثل هذه المحطة كيف ساعدت في حل هذه الأزمة؟ وجود المحطة سوسادل هو دعم لقدرة مركز إنتاج الكهرباء بسوسة، وهو قطب من ثلاثة أقطاب بالنسبة لشركة تونسية للكهرباء والغاز. وبالفعل ما إن أنشأت هذه المحطة حتى ساهمت منذ 2015 في الذروة الصيفية، وبدونها ما كان للدولة التونسية أن تتخطى تلك الذروة بدون هذه المحطة. كل من يدخل سوسادل يرى أن هناك ميزة فنية وهناك تكنولوجيا عالية عالية. وما كان ذلك ليكون بدون أن يكون هناك دعم من قبل صندوق السعودي. هذه المناسبة نشكر كل من يساعد البلاد التونسية في مثل هذه المشاريع الواعدة اقتصاديا واجتماعيا، ونخص بالذكر منهم الصندوق السعودي. تعتمد ولاية سوسة على الصناعة كنشاط اقتصادي أساسي، ويوجد فيها 8 مناطق صناعية تغطي مساحة 226 هكتار، وتنتج ولاية سوسة العديد من السلع الغذائية، من أهمها الأسماك، اللحوم، الدواجن، الحليب، زيت الزيتون، الأسمدة، والحبوب والخضروات.
طبعا الان معانا لقاء مع المهندسه رشيده، هي رئيسه محطه سوسه. يا اهلا وسهلا فيك مهندسه. مرحبا بكم بكل في تونس. الله يحييك. خلينا اسالك اليوم عن تواجد مثل هذه المحطه في مدينه سوسه، يعني اكيد لها اضافه كبيره خاصه من الجانب الاقتصادي، فكلمينا عنها. محطة سوسة ليست الإضافة ليست فقط لمدينة سوسة بل لتونس كاملة، باعتبار أن شبكة الكهرباء هي شبكة موحدة، وبالتالي الطاقة ستوضع على الشبكة لتوزع على المواطنين بكامل الجمهورية التونسية من شمالها إلى جنوبها، وبالتالي الإضافة كانت تعم على تونس ليس فقط لسوسة أين يوجد المشروع الموقع الحقيقي للمشروع. جميل. كيف تحسين بمثل تواجد هذه المحطة؟ إيش يضيف للمدينة وإيش يضيف لأهل المدينة اليوم؟ تحد من البطالة إنه المشروع وصلت الطلب لليد العاملة أشدها سنة 2014، بما أن احنا بدأنا المشروع من 2013، وبالتالي بتقدم المشروع ومراحل المشروع في 2014 وصلنا ل 2055 عامل بالمشروع، هذا أشد القيمة مدة الإنجاز. شكر كبير للصندوق السعودي أنه وافق أنه يمول المشروع، لأنه بدون تمويل بدون المال لا نستطيع أن نفعل أي شيء، وبالتالي شكر كبير للصندوق اللي كانت عنده مبادرة كبيرة ومساعدة كبيرة ومتابعة دقيقة طيلة مراحل المشروع باعتبار الزيارات اللي كان يؤديها، ويفتخر بالتقدم اللي وصلت له الكفاءات التونسية في الموقع. أدى إنشاء محطة الكهرباء في مدينة سوسة إلى حوالي 400 ميجاوات. هذا المشروع أدى إلى تحسين جودة الخدمة وتقليص الانقطاعات والحد من هدر الطاقة، حيث يتكون المشروع من مبنى محطة الكهرباء وجميع الأساسات والهياكل الإسمنتية الداعمة للتوربينات الرئيسية والمولدات والمعدات، بالإضافة إلى مد أنابيب لتبريد وتصريف مياه البحر بطول 1.7 كيلومتر. هذه المشاريع العملاقة ما كانت لتتم لولا كوادر تونسية محترفة. طيب الآن معانا إحدى المستفيدين وهو موظف في محطة سوسة. طبعا الطيب هو عاش من مراحل التأسيس ولليوم ما شاء الله هو له 7 سنوات. 7 سنوات. عرفنا بنفسك. طيب وغالي، أصيل منطقة زمرت المعتمدية خلة توجان ولاية قابس. كلمنا عن طبيعة دوامك اليوم، كيف طبيعة دوامك هنا في المحطة بالضبط؟ المحطة هو الخدمة طالع عندنا خدمة في قاعة التحكم، هو استمرارية العمل والجودة والمحافظة على الطاقة الكهربائية، وعندنا معنا على الميدان هو المراقبة على الميدان على المعدات وعلى كل الأجهزة الموجودة على الميدان. أبغى أكلمهم عن اليوم. طيب كيف كان سابق قبل ما تكون موجودة هذه المحطة، وكيف الطيب بعد ما وجدت هذه المحطة؟ بعد المحطة وقع انتدابي من 2015 معناه الاستقرار واستقر معناه وتزوج وعمل الصغار وعمل العائلة، هي أضافت أن الاستقرار في العمل معناه وتحسن وضعية معنا سواء المادية سواء المعنوية، معنا تحسن في الوضعية بتاعه، هذا المهام الكبرى معنا في بالنسبة للمحط. وزادت فرص عمل. خلينا زادت فرص عمل معنا حلت برشا مشاكل في الوظيفة.
تونس الخضراء، الدولة العربية التي تقع في أقصى شمال أفريقيا، وهي جزء من منطقة المغرب العربي، والتي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، وتحتوي الطرف الشرقي لجبال الأطلس والروافد الشمالية للصحراء الكبرى. فيها هذه المدينة الجميلة سوسة، جوهرة الساحل. هنا الجامع الكبير بسوسة، والذي شرع في بنائه سنة 850 ميلادي بأمر من الأمير أبي العباس محمد بن الأغلب، وقد استمرت أعمال البناء عاماً وبضعة أشهر. دخلت عليه تغييرات وزيادات خلال القرنين العاشر والسابع عشر، وهو مجاور للرباط، ومنه أخذ مظهره المحصن بسور ذي شرفات وببرجي مراقبة قبالة الشاطئ، حيث يمكن مراقبة ما وراء البحر. إن طابع المدينة الثقافي العتيق والحضاري في آن واحد يترك فيك أثراً هائلاً عن تاريخ المدينة وحاضرها، وعن استحقاق أهلها لحياة كريمة. ظلت إنارة المدن حلماً يراود البشرية دهوراً، حتى جاء أديسون بأخطائه 99 محاولاً إنقاذ البشرية من عتمات الليل بإنارة مصباحه الأول، وفي المرة 100 أنار مصباحه، وفتح الباب على مصراعيه للباقين من بعده بأن يستمروا حتى يضيئوا ما استطاعوا، حتى وصلنا عهد التكنولوجيا المعاصرة. مع أن هناك من يشكك في أن أديسون كان أول من أنار للبشرية ليلها بابتكاره للمصباح الكهربائي، فقد أسهم فارادي مثلا باختراع توليد الكهرباء، إلا أن مما لا شك فيه أن إنارة حياة البشر ستظل في رأينا أكثر أهمية، فالليل يكفيه أن تنام لتزيح عتمته فانوس زيت، وهكذا عاش الإنسان آلافا من السنين. واحدة من الأفكار التي دائما تترافق مع تفكيرنا في إعمار الأرض هو توزيع الله العادل لجميع الموارد لتكون تحت تصرفنا، وفي الحقيقة الإنسان ليس بمالك لها ولا صاحبها الأساسي، وإنما هو موكل في رحلته الأرضية باستخدامها بالشكل الأمثل. إلا أن تغيير واقع الناس للأفضل وإنارة عتمات حياتهم وصناعة النهضة والتنمية في مدنهم أمر مرتبط بوجودنا كبشر واستحقاقنا للحياة أصلا على ظهر كوكب الأرض، وهذا هو إعمارها. ندرك الآن أكثر من أي وقت سبق الفارق الذي يصنعه الصندوق السعودي للتنمية في حياة الناس.